استقبلنا في مدينة برجيل الطبية مريضة مواطنة تشكو من سرطان في الثدي، وكانت تعاني مؤخرا من صداع شديد مع ضبابية في النظر. أجرينا لها رنين المغناطيسي للدماغ وتبين وجود ورم داخل الدماغ. كان الإجماع على الجراحة لاستئصال الورم، ووجدنا بعض الصعوبة في إقناع المريضة بإجراء العملية، لكن اقتنعت معنا أخيراً وأجرينا جراحة فتح الجمجمة واستئصال الورم بشكل كامل. المريضة الآن شفيت من الورم وهي الآن خالية من أي أعراض كانت موجودة قبل الجراحة. رسالتنا للجميع أن هذا المرض مرض صحيح خطير، لكن الجراحة في أيامنا هذه بقدرتها استئصال هذه الأورام، خاصة بوجود التقنيات الحديثة في غرفة عمليات جراحة الرأس، جراحة المخ والأعصاب. وهنا في مدينة برجيل لدينا الرنين المغناطيسي داخل غرفة العمليات الذي إذا استعمل بإمكاننا أن نستأصل الورم بشكل كلي وأن يشفى المريض بشكل كلي.